هذا الفيديو تابع الفيديو السابق أمطار العرفة من محافظة الطائف يوم الجمعة الموافق 30/11 الهرمز 37 تصوير قناة سلطان البواردي. هنا في حفر كبير ما شاء الله شوفه مليان. الفيديو هذا بخليه بس فورة كبارة موية ما شاء الله. هذا عميق تشوف بشكل كذا لكن عميق جو. اللهم لك الحمد. المرة الثاني دقائق معي الكاميرا. هذا ثاني ما شاء الله يصير فيه المويه. شوف السيل ما شاء الله ما شاء الله. الله كريم الله كريم. الحمد لله رب العالمين.